طيب نبلش هلا نشوف لو ناخذ التيرم دوكيومنت ماتريكس عشان نشوف كيف ممكن نعمل اندكسنج للدوكيومنتس تبعي. تخيلوا انا عندي كوربوس، الكوربوس هو كل روايات شكسبير. تخيلين؟ كل روايات شكسبير. وانا بدي الدوكيومنتس اللي وردت فيها كلمة بطرس وكلمة قيصر بشرط ان هاي الدوكيومنتس ما وردش فيها كلمة كاليفورنيا. شو انت لازم تسوي؟ يعني اسهل حل، بل اسهل حل نفكر فيه، ان اروح على الدوكيومنت وردت فيها هاي الكلمه وهاي الكلمه ومش موجوده فيها هاي، يعني كلمه كلمه اروح عليها. مظبوط؟ بس هذا الحل طبعا بيشتغلش لانه اتس تو سلو. مظبوط؟ وخاصة عشان اطبق انه هابط وانه كلمة معينة ما وردت، يعني ام نوت، لسه هاي بتعطيني كومبلكسيتي ثانية. على اي حال خلينا نشوف كيف ممكن نساوي هذا الحد. شو هو؟ اوكي خذ كل الروايات، نفترض انهم ست روايات، اعملهم كل واعمل كل الكلمات، اعمل كل الكلمات اللي بست روايات واعمل هاي الماتريكس. شو هاي يعني؟ انه كلمة انطوني وان، بحط وان اذا وردت وزيرو اذا ما وردتش. يعني هاي الكلمة وردت وين؟ في هاي الرواية وفي هاي الرواية وفي هاي الرواية. مزبوط؟ وهاي الكلمة وردت في هاي الرواية وفي هاي الرواية وفي هاي الرواية، بس هذول ما وردتش فيها. واضح عليكم؟ تخيل لو انا هاي بنسميها تيرم اندكس ماتريكس. واضحة؟ طيب هلا شو بسوي؟ طلع بطرس وردت في هاي وفي هاي وفي هاي وقيصر وردت في هاي وفي هاي وفي هاي وفي هاي وفي هاي وكاليفورنيا وردت في هاي. فشو بدي استرجع؟ كلهم ما عدا هاي. نو بس في ام، بطرس وقيصر بينهم ام، يعني لازم نكدف من وردت فيهم اثنتين، لانه كانه هاي استرجعها بس اول واحد استرجعها. هاي لا لانها وردت فيها هاي، هاي وردت فيها هاي، هاي لا هاي. طيب عشان احلها فشو باجي بساوي؟ بعمل بت وايز الان، يعني بقول بالنسبه لي هاي وهاي وهاي بعمل بينهم ام. شو بساوي؟ شو بالضبط بساوي؟ بوخي هاي بطرس، بوخ بطرس وين هاي بطرس؟ يعني واحد واحد صفر واحد صفر صفر، صح؟ بعدين بوخ قيصر واحد واحد صفر واحد واحد واحد، صح؟ هلا بدي ما وردتش باخذ الكومبلمنت تبعها، فهي يعني هاي المفروض هي تكون صفر واحد صفر صفر صفر، فبعكسهم بيطلع عندي. هلا نعمل ان بينهم كل ثلاث زيرو زيرو واحد. على فكره اللي هي اللي هي ثالثه، يعني ملاحظين؟ يعني هاي شو يعني؟ هاي النتيجه هون طلعت لازم تطلع لنا ايش؟ زيرو. مزبوط؟ صح؟ لو عندي انا هاي صفر 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 واحد واحد بينهم ان، اللي هي عم بحكي عن هاي الدوله، صح؟ طب هاي برضه صفر لانه صفر 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 واحد واحد. طب هاي واحد واحد واحد، اوكي اللي هي هاملت. بعدين صفر صفر هاي، فرق برجع المعيار حصري. يعني
هاي برجع عندي الرصاص. شو رايكم بهالطريقة؟ منيحة؟ طب هات يا فايز تخيل عندنا مليون دب وكل واحد فيها ألف كلمة. قديش بيطلع؟ وهلا على فكرة ولو بدنا كل ورد يعني عندنا منها مثلا 6 بايتس بيطلع احنا بدنا عندنا بيطلع لنا 6 جيجا اوف داتا اند دوكيومنتس. مزبوط؟ يعني تخيل انه عندنا بيهم كلهم 500,000 كلمة. كمان مرة عندك هذول قديش دوكيومنت؟ 6 مليون. فبيطلع عندي هاي مليون وهاي طبعا نحكي على ديستينكت خليهم 500,000 ديستينكت هم 1000 بس خليهم 500,000 كي كي. فشو بصير عندي؟ مالكم يلا مليون ضرب 500,000 قديش؟ 500 مليون بيطلع عندي هاف تريليون. صح؟ مزبوط؟ يعني هاف تريليون يعني اكثر من 500 جيجا. صح؟ زيرو زوانز احنا بنحكي يعني لسه كمان الزيرو لم يعني كمان بده سبيس. بس اللي بدنا نقوله انه بدك تنتبه انه ما فيش اكثر من بليون مليار وانا لانه مش كل شيء بيكون فيه يعني لانه عندي ماكسيمم في عندي 1000 وير ضرب مليون بيطلع عندي ماكسيمم قد ايه؟ مليار وان يعني هاي الماتريكس اللي هي هاف تريليون بيطلع ماكسيمم فيها قد ايه؟ قصدي يعني ماكسيمم بيطلع فيها 1 بليون لانها الماتريكس هاي بتطلع سبارس يعني معظمها زيروز. صح؟ طيب which is actually a bad representation بدنا representation عالية لانه هذا representation الكلمة في هذا عنده فكرة؟ في هذا عنده فكرة؟ كان عنده سؤال؟ طيب أنا عندي هلا حل لإلها اسمه inverted matrix.